بث مباشر يصل إلى هذه المنطقة. بخصوص آخر تطورات العملية العسكرية خالق الدار زوج روح وطني الناس فات وجيب شفاك وارفع البلاء ولم الشمل ياسر ناشدات ويا مولاي يا مولاي عجل بالصفاء وانزع كل تفكير الاخبار والابن وجيش ليصد العذاب كل صمود واقف بثبات ونعيش وخوت في الارض وسوا ولا عد في نفوس معاديات وكل اسير يرجع لي ظناه اني مطمان في حوش عيبات وفي الختام تسليم وصلاه كيف بديت في اول بيات. يا رمل حباتك ذهب ونخلك عطاه ما لا حدود يا تراب تسوه الحناين وبالدم حناه الودود تاريخ لا ما ينسلب وصفحة سمانة شاهدة واحفادهم كانوا شهود تاريخ بالدم انكتب والعز شامة والشمس نشرات عقود يا ليبيا انت السلامة وانت السلامة وانت الغلا والفرح يا حلمنا المنشود يا عرس كل شهيد ارسم وقول غني وقول اكتب وقول على الوعد والموعود يا الله نصرك يا عظيم الجود يا الله تتمم فرحها وتزيد يا الله غيرك ما لها مقصود بلادي الكرم والعز عانت ياما عليها تباعد شر كل حسود وعلي كل من يمكر ترد الكيد يا ليبيا انت السلام وانت السلامة ومن قال لك خوذي وثيقات العهود وبدل كلامه قولي لهم ربي العظيم يقول أوفوا بالعهود. صباح الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا في حلقة جديدة وفي يوم جديد والبداية دائما بأبرز فقراتها. الأمراض المزمنة وتأثيرها على الفم والأسنان في حلقة اليوم نمدكم بالنصائح حولها. كما سنأخذكم في فقرة أغاني زمان مع أغنية عتبيني للفنان عادل عبد المجيد. Thank you.
بادرة هي الأولى من نوعها استمرار فعاليات مهرجان الزاوية الأول للتسوق. كما سنتابع معكم افتتاح قسم زراعة الأسنان بمستشفى التعليمي بصلاح الدين. كل هذا مشاهدينا ستتابعونه في حلقة اليوم، ولكن بعد أن أخذكم بجولة لأهم الصحف العربية والعالمية، والبداية دائما موجز لأهم الأنباء مع الزميل محمد الشبني. إليك يا محمد. شكرا لك يا أماني، وأهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. نعت قبيلة الإجداد فعمر محمد إشكال الذي قتل في قصف للطيران الإماراتي على منطقة قنفودة. القبيلة وفي بيان لها أكدت أن إشكال قضى في منطقة قنفودة بعد تعرضه للقصف من قبل الطيران الإماراتي، وأن إشكال كان بإمكانه الخروج من قنفودة إلى منطقة آمنة، إلا أنه أبى الخروج قبل خروج العائلات العالقة من المدنيين. أعلن الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عن اجتماع لدول جوار ليبيا نهاية شهر مارس الجاري بالجزائر لبحث التسوية السياسية للأزمة الليبية. قال مساهل في تصريح للإذاعة الحكومية أن الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب تعيين الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس لممثله الخاص الجديد بليبيا، أو الإبقاء على الممثل الحالي أي مارتن كوبلر من أجل تنظيم الاجتماع. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا يوم الثلاثاء القادم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في دورة عادية برئاسة الجزائر، ويبحث الوزراء خلال الاجتماع عددا من البنود من بينها الأوضاع في ليبيا. ومن المقرر أن يعقد المندوبون الدائمون اجتماعات تحضيرية الأحد والاثنين المقبلين تحضيرا للاجتماع الوزاري. كانت تونس قد ترأست الدورة الماضية لمدة عام منذ مارس الماضي. قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تحترم سيادة الدول ولن تتدخل عسكريا في ليبيا إلا بطلب من الحكومة الشرعية أو وفقا لقرارات مجلس الأمن. بوغدانوف وفي لقاء متلفز على قناة دي إم سي أضاف أن هناك اتصالات مع كافة الأطراف الليبية بهدف التوصل للتوافق. هذا وقد أعلنت الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف بحث مع أمين عام جامعة الدول العربية الوضع في ليبيا خلال لقائهما في القاهرة. ختام الموجز، إلى اللقاء. وإلى فقرة أخبار الصباح التي سيرفقني فيها السيد صادق التروني الصحفي بغرفة أخبار نبا. بداية صباح الخير سيد صادق. صباح الخير أماني، يومك مبارك إن شاء الله. قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تحترم سيادة الدول ولن تتدخل عسكريا في ليبيا إلا بطلب من حكومة الشرعية أو وفقا للقرارات مجلس الأمن. وأضاف بوغدانوف في لقاء مع قناة دي إم سي إن بلاده تؤيد فكرة ترتيب الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة الفئات المجتمع لحل أزمات المنطقة العربية ومن بينها ليبيا، موضحا أن هناك اتصالات مع كافة الأطراف الليبية بهدف التوصل للتوافق. سيد صادق، نجد أن بوغدانوف روسيا لن تتدخل عسكريا في ليبيا إلا بقرار أممي، هذا هو ما جاء في سياق هذا الخبر. صحيح، هذا ما صرح به هو المبعوث الروسي يعني أمس، وتابعنا كذلك التصريح تقريبا مشابه لنائب وزير الخارجية الروسي قبله بيومين أو ثلاثة. نعم. يعني ربما نستطيع القول أنها تصريحات دبلوماسية معتدلة يعني لروسيا، يعني بدأت أنها تخفف لهجتها في التعامل مع الأزمة الليبية، تحاول يعني من خلال تصريحات مسؤوليها إظهار نفسها بأنها تقف على موقف الحياد
في هذه اللزمة، لكن رغم ذلك نعرف أن روسيا هي تعتبر أحد داعمي حفتر، يعني طرف ضد طرف آخر، واستقبلت حفتر على أراضيها أكثر من مرة. ربما حتى هناك حتى بعض وسائل الإعلام ذكرت أو تحدثت عن هناك اتفاق أو اتفاقيات وقعت ما بين حفتر وروسيا تتعلق بدعمه عسكريا في حربه ضد الليبيين. لكن يعني حقيقة التصريحات اختلفت، هذه اللهجة لا ندري، ربما مرتبطة بوصول رئيس مجلس الرئاسي المقترح فايز سراج لروسيا مساء أمس، نعم، ودعوته لروسيا للمساعدة والتدخل في الأزمة الليبية، أو حتى ربما تمكينه من مقابلة حفتر. لكن تصريحات مبعوث الرئيس الروسي حقيقة للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يعني اختلفت بعض الشيء في مواقف روسيا السابقة، لأنه أكد أن بلاده تحترم بالفعل يعني سيادة الدول، ولن تتدخل عسكريا في ليبيا إلا بطلب من الحكومة الشرعية وفق لقرار مجلس الأمن، يعني بل ذكر أن بلاده تؤيد فكرة ترتيب الحوار الوطني الشامل لمشاركة كافة قيادات المجتمع لحل أزمة المنطقة العربية وبين ليبيا. أشار كذلك إلى أن هناك اتصالات، وهذا ربما لأول مرة يكشف عنه، أن هناك اتصالات مع كافة الأطراف الليبية بهدف التوصل للتوافق. طبعا هو هنا لم يكشف من هي الأطراف التي تواصلت معها روسيا، باستثناء نعرف أن السراج موجود حاليا في موسكو. نعم. والجانب الآخر حفتر ولا ندري إن كان هناك أطراف أخرى تواصلت معها روسيا أم لا. طبعا تابعنا قبل هذه التصريحات تقريبا بيومين تصريحات مماثلة لنائب وزير الخارجية الروسي الذي أكد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، وشدد بالخصوص يعني حقيقة على أهمية المحافظة على السيادة وسلامة الأراضي الليبية، واعتبرها هي من ضمن أولويات روسيا، يعني المحافظة على سلامة الأراضي الليبية. طبعا السراج كما قلت سبقا دعا روسيا بالفعل يعني الى تقديم المساعده لحل الازمه الليبيه طبعا، وامكانيه تمهيد الطريق له لمقابله حفتر. طبعا تصريحات حقيقه لا يمكن التنبؤ بمدى مصداقيه هذه التصريحات والتزام الدوله الروسيه بها ومدى قدرتها بالفعل لتكون طرف محايد في ليبيا، لأننا لدينا حقيقة تجربة في تدخلها في سوريا، وكيف أن الطائرات الروسية قصفت الأبرياء السوريين وقتلت الآلاف منهم. طبعا الغريب يعني هو بالفعل تدعو روسيا لإنهاء الأزمة الليبية بما يكفل، طبعا هو طبعا كلها تأتي في إطار المصالح الروسية كما نعرف. روسيا لديها مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا من بينها يعني الطاقة، وتابعنا خلال الأيام الماضية أن مؤسسة النفط وقعت يعني بالفعل اتفاقية مع شركة النفط الروسية، هذا كله في إطار يعني تمكين روسيا من العودة إلى نشاطها السابق. ونعرف أن كانت أيام النظام السابق يعني روسيا تمثل الثقل الأكبر كشريك اقتصادي مهم لليبيا، ولديها عقود استثمار تتجاوز بضع مليارات من الدولارات، وتحاول بقدر الإمكان العودة إليها. ربما عودة روسية يعني تحصلت على إشارات يعني من بعض الدول الغربية بما فيها أمريكا بأنها قد تطلق يدها للتدخل في ليبيا، ولن تتكلم عن هذا. ولاحظنا عندما زارت حاملة الطائرات الروسية ورست أمام شواطئ طبرق واستقبلت من قبل حفتر، لم يتكلم أحد، يعني هناك بعض الدول فقط يعني ربما بريطانيا ومالطا حذرت من هذا التواجد الروسي في منطقة البحر المتوسط، ولكن يعني الدول الغربية الأخرى بما في أمريكا، وخاصة هناك وسائل إعلام تسربت تشير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب ربما على تواصل مع الرئيس بوتين لمحاولة التنسيق فيما بينهم لتأمين التدخل الروسي في ظل سكوت غربي يعني حقيقة مطبق. الآن يعني ربما اللهجة الروسية في هذه التصريحات التي تناولناها يعني ربما هناك لهجة جديدة مخففة ليست كما في السابق، يقولون بأننا سندعم حفتر، سنعمل على رفع حظر السلاح على ما يسمونه بالجيش الليبي. فالأيام القادمة ربما تثبت مدى صدقية هذه التصريحات.
نعم صدق. بالانتقال إلى الخبر الآخر، طلبت مالطا رئيس الحل الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد بزيادة تمويل وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة المهجرين في ليبيا إلى بلدانهم جنوبي الصحراء الإفريقية. وحسب وكالة رويترز فإن اقتراح مالطا يأتي قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم، سيبحث التطبيق الاتفاقيات بشأن خطوة جديدة لوقف الهجرة الإفريقية. هذا وكان الاتحاد الأوروبي أقر مطلع الشهر الماضي وثيقة سميت بإعلان مالطا تهدف إلى توسيع التعاون الأوروبي من أجل مساعدة ليبيا على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية وتقديم الدعم لخفر السواحل الليبي في ظل انتقادات واسعة من منظمات الدولية المعنية بهذا الأمر. سيد صادق، نجد أن مالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة تمويل لإعادة المهجرين في ليبيا، ما تعليقك على هذا الخبر؟ صحيح، دعوة مالطية كانت أمس تقريبا نقلتها وكالة رويترز للأنباء، وقالت أن مالطا يعني بدأت تطالب بزيادة تمويل الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة المهاجرين في ليبيا إلى بلدانهم جنوب الصحراء الإفريقية. يعني ربما الدعوة المالطية جاءت يعني بالفعل بعد أن أيقنت معظم الدول الأوروبية ودول التابعة للاتحاد الأوروبي وكذلك العديد من وسائل الإعلام التي سبق أن تتحدث عن هذه الظاهرة، أيقنوا بأنه هناك فشل كبير في صد تدفق المهاجرين المنطلقين من الأراضي الليبية باتجاه أوروبا. يبدو أن هناك تباين في المواقف بين الدول الأوروبية يعني حول معالجة هذه الظاهرة بشتى طرق وإيسرها. يعني طبعا تابعنا نحن في السابق أن المجر سبق وان دعت الى توطين المهاجرين في ليبيا، وهذا مقترح رفض في حينه. كذلك ظهرت في بعدها مالطا وقدمت مشروع يعني مشروع محدد يوطن المهاجرين في ليبيا، وقدم هذا المشروع الى الاتحاد الاوروبي خلال القمه التي عقدها في مالطا خلال الاسبوعين الماضيين، ولكنه رفض. ظهر علينا رئيس البرلمان الاوروبي خلال اليومين الماضيين وطالب بتوطين المهاجرين في ليبيا. طبعا كل هذه الدعوات كانت حقيقة محل رفض يعني من بعض الدول الأوروبية ومن حتى المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. اليوم مالطا ربما اتجهت إلى ربما الأكثر الطريق الصح، وهو إعادة المهاجرين الموجودين حاليا في ليبيا، والذين هناك بعض المنظمات تقدر ما بين 700 ألف إلى مليون مهاجر موجودين في ليبيا، تقول يجب إعادتهم إلى بلدانهم. يعني يجب رفع دعم للمنظمة المكلفة بهذا العمل وأن تقوم بسحبهم من ليبيا ونقلهم إلى بلدانهم، وهذا ربما يكون أفضل بالنسبة للأوروبيين بدلا من
محاولة صدهم في البحر، وتكليف قوات يعني مشكل ما بين عملي سوفي وفرونتكس، وتدخل حتى حلف الناتو في هذه العملية، ومع هذا لم يستطيعوا ذلك، فبدلا من فمضطرين وحسب القوانين الملاحة البحرية وتحت ضغوط المنظمات الإنسانية أن يتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في البحر ونقلهم إلى الدول الأوروبية، وبالتالي يجدون نفسهم في ورطة أمام هؤلاء المهاجرين، لا يستطيعون إعادتهم إلى ليبيا باعتبارها ليست دولة المصدر للهجرة، هي دولة عبور لا تتحمل مسؤوليتهم، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في ليبيا وما تشكله من عمليات ربما قد لا يرضى عنها بعض المنظمات الإنسانية التي دائما تتحدث عن انتهاكات صارخة في حقوق المهاجرين الموجودين في بعض المعسكرات الموجودة في ليبيا. إذن هذا ربما هذا المقترح ربما قد يكون حل عملي ربما إذا تم الاتفاق عليه خلال القمة المتوقع أن تعقد خلال هذا الأسبوع، قمة أوروبية ستطرح مالطا هذا المقترح، ربما يتم الموافقة عليه، فإذا تمت الموافقة عليه ورفع هذا الدعم إلى المبالغ التي طلبتها مالطا، طبعا هي لم تحدد هذا المبلغ ولكن بالتأكيد أنه حيكون مبلغ كبير جدا للتكاليف يعني لنقل 700 مليون مهاجر موجودين في ليبيا وتجميعهم في أماكن لنقلهم عبر بالتأكيد عبر الجو، يعني بالتأكيد سيكلف هذه العملية ولكن ربما يكون حل عملي، فليبيا أولا تتخلص من هذه العمالة الزائدة الموجودة في أراضيها وتخفف حتى من عمليات نقل الأمراض والإجرام الموجود من قبل هذه المجموعات المهاجرة والمتوطنة في ليبيا، كذلك أوروبا تحمي نفسها بعدم وصول مهاجرين جدد إلى أراضيها. نعم سيد صادق، لازلنا متواصلين معك ولكن ننتقل مع المشاهدين إلى جولة الصحافة. أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة الدولية وموقع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أنه بعد قبولها دعوة بوتين للجوء إليها، انتقلت أرملة القذافي صفية فركاش إلى المنزل الذي يعيش فيه ابنها سيف القذافي تحت الإقامة الجبرية في مدينة زنتان، بغية إقناعه بعرض اللجوء الذي تقدمت به روسيا له أيضا، ولكنه لم يقبل بذلك موضحا أنه ما عاد يثق ببوتين ولا في أحد غيره. وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن سيف القذافي يخاف على أمواله من القوى الخارجية ومن بينها روسيا بالقدر الذي يخاف به على حياته، ومن جهته يهدف بوتين من خلال عرضه هذا بحسب الصحيفة إلى تعزيز مصالح روسيا في ليبيا، مضيفة أيضا أن عائلة القذافي ترى أن التقرب من ابنها سيف هو المنفذ الوحيد لاسترجاع السلطة. إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة العرب الجديد، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن الجزائر تحتضن نهاية شهر مارس الجاري اجتماعا لدول جوار ليبيا، وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل كشف أن الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب تعيين الأمين العام الأممي ممثله الخاص الجديد في ليبيا أو الإبقاء على الممثل الحالي مارتن كوبلر من أجل تنظيم اجتماع. ونقلت الصحيفة عن مساهل تجديد إعلان موقف بلاده فيما يتعلق برفضها الدائم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، موضحا أن الحل في يد الليبيين ويجب أن يقوم على الحوار المباشر بينهم، وأنهم من لهم الوسائل والكفاءات للخروج من الأزمة شريطة عدم التدخل في شؤونهم. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى جولة الصحافة، والبداية دائما سيد صادق بالصحافة الدولية، وموقع صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية تكشف عن معلومات عن عرض أيضا عرض روسيا بمنح سيف الإسلام القذافي اللجوء إلى روسيا.
صحيح هذا ما كشفت عنه حقيقة صحيفة الكوريرا دالسيرا الإيطالية في تقرير لها، يعني حقيقة حتى من هذا التقرير لم تحدد المصادر التي استقت منها معلوماتها، لكن تقول أن هناك عرض روسي يعني وتحديدا من الرئيس بوتين نفسه شخصيا إلى نقل سيف الإسلام القذافي الموجود في أحد السجون بمدينة الزنتان إلى روسيا ومنحه الحق اللجوء السياسي. وتقول الصحيفة أن والدة سيف صفية فركاش بالفعل زارت مدينة الزنتان والتقت بابنها هناك وعرضت عليه هذا الأمر الروسي، لكن تقول الصحيفة هنا طبعا أن سيف رفض ذلك وقال بأنه لا يثق أحدا، لا أثق في الروس ولا أثق في أن يتم نقلي إلى هناك. وتقول الصحيفة أن ترجع الصحيفة سبب رفض سيف لهذا العرض الروسي، تقول لأنه يخاف على أمواله التي الأموال الكثيرة التي ربما يخبئها في عديد من المصارف، وربما هي أموال تقول العائلة كلها في يد سيف، وبالتالي يقول بأنه لا يستطيع أن يتحرك من مدينة الزنتان، إضافة إلى الخوف على حياته إذا ما انتقل إلى خارج مدينة الزنتان. طبعا الصحيفة هي طبعا لم تتحدث عن حقيقة عن مواقف المسؤولين في مدينة الزنتان ومدى قبولهم بهذا الأمر، هي فقط تكلمت فقط عن ما نقلته يبدو من والدة سيف ربما أو معلومات خاصة بها. فتقول أن طبعا سيف قال لوالدته بأنه لا يثق ببوتين ولم يعد يثق في أحد. الصحيفة تقول طبعا أن العرض الروسي كما تقول الصحيفة هو طبعا ليس يعني كما نقول بأنه مجرد تدخل روسي فقط لقائد سيف من هذا الوجود داخل المدينة، لكنه بالتأكيد قال يخدم مصالحها، مصالح معينة تسعى روسيا إلى الاستعداد لها بصورة مبكرة. من بين هذا ما تتوقعه حسب توقع روسيا تقول الصحيفة أن سيف ربما يكون هو المنقذ الوحيد الذي يمكن استرجاع ليبيا إلى ما كانت عليه، وبالتالي هي تريد فتح يعني ذراعها من الآن لسيف ربما تستفيد من وراءه. وتقول أن هذا طبعا في إطار طبعا في إطار يعني العمل الثاني الذي تقوم به الدعم حفظر من جهة أخرى، وبالتالي تستطيع أن تقوم بالطرفين. نعم سيصدق. بانتقال إلى الصحافة العربية، موقع صحيفة العرب الجديد ذكرت أن الجزائر تعلن عن الاجتماع دول الجوار خلال نهاية الشهر الجاري، ما سيحتوي هذا طبعا حقيقة هو ربما هناك قد يكون عند الجزائر ربما هو اجتماعان وليس اجتماع واحد، فالجزائر حقيقة تحضر الآن لاجتماع القمة لدول المبادرة التونسية الجزائر التي تضم مصر تونس الجزائر، بعد أن عقدوا اجتماع يعني تمهيدي على مثل وزارة خارجية في تونس خلال المدة المؤخرة، ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه عقد قمة ثلاثية في الجزائر خلال شهر مارس لم يحدد ذلك. بالأمس ظهر علينا السيد وزير الشؤون المغاربية السيد مسهل ليشير إلى أن هناك اجتماع آخر لدول الجوار ليبيا يعني سيعقد في أواخر شهر مارس، وبالتالي ربما الأراضي الجزائرية ستشهد اجتماعين في نفس الفترة تقريبا. الاجتماعين طبعا بالتأكيد تركيزه ما سيكون على معالجة وحل الأزمة الليبية وما هي أساليب هذا الحل، ويحاولون بقدر الإمكان متابعة هذه الظروف التي تجد بالأوضاع في ليبيا. طبعا نعرف أن الجزائر يعني تقوم يعني بالفعل خلال الفترة الماضية وعلى مدى أكثر من شهر أو شهرين يعني باستقبال العديد من الأطراف الليبية على مختلف توجهاته، يعني استقبلت يعني عديد من الشخصيات سواء كانت مدنية أو عسكرية، ربما فعلا تمهد لمعرفة ما هي مطالب أو رؤى هذه الأطراف قد تريد طرحها في هذه فيها في هذين الاجتماعين في اجتماع دول الجوار وربما حتى القمة الثلاثية المتوقعة. طبعا نعرف أن الرؤية الجزائرية وحسب تصريحات المسؤولين الجزائريين باستمرار وفي المحافل الدولية ومن خلال لقاءاتهم بالأطراف الليبية دائما يعني الرؤية الجزائرية تعتمد يعني بالفعل على طريق الحل السياسي والحوار السياسي والمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا. طبعا دائما تركز دائما يعني على الحلول الممكنة لتوصيل الاتفاق السياسي بشأن تعديل الاتفاق السياسي، يعني ربما هذه الجزائر طبعا نعرف أن الجزائر دائما ترفض
الخيار العسكري وترفض الحل العسكري، وتؤكد دائما على ضرورة الالتزام بالحل السياسي لحل الأزمة الليبية. سيد صادق صحفي بغرفة أخبار النبأ، شكرا لك. شكرا أمان. فاصل قصير مشاهدينا ونتابع بعده. افتتاح قسم زراعة الأسنان بمستشفى التعليمي بصلاح الدين. حلمي يكون أبلة. العديد من المجهودات قدمت للتقليل من أزمة النزوح. مع بعضنا حننهي أزمة النازحين، وحنرجع الأمل لآلاف الأطفال ونحقق أحلامهم. عودة النازحين مسؤوليتنا كلنا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ هذه الفقرة من أخبار الرحلات الجوية في المطارات الليبية، حيث ستقلع اليوم من مدارج مطار معتيقة الدولي بمدينة طرابلس 23 رحلة، منها 4 رحلات محلية، 3 رحلات إلى الأبرق، وواحدة إلى مطار تبرق. أما عن الرحلات الدولية التي ستقلع اليوم الخميس 19 رحلة، منها 7 رحلات إلى تونس، ورحلة إلى سفاقس، ورحلة إلى منستير، و3 رحلات إلى اسطنبول، ورحلة إلى نيامي، ورحلة إلى الخرطوم، و3 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلة إلى عمان عبر الأبرق. أما عن مطار مصراتة فاستقلع منه اليوم الخميس رحلتان، رحلة إلى سفاقس ورحلة إلى تونس العاصمة. أما الآن مشاهدينا مع أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، ما يزال سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي مرتفعا، فقد وصل عند أغلاق أمس الأربعاء 6.140 دنانير، وأما اليورو فقد استقر عند 6.440 دنانير، بينما بقية أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري فستظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف والسعر الموازي له. أما عن المواد الأساسية فسعر طبق البيض ب9.5 دنانير، وسعر كيلو السكر ب2.5 دنانير، وزيت الذرة ب3.5 دنانير، وزيت الزيتون ب16 دينار للتر. ومع أسعار الخضروات فسعر كيلو الطماطم ب2.5 دنانير، وكيلو الخيار ب3 دنانير، وكيلو البطاطا ب2 دنانير، وكيلو البصل ب2 دنانير أيضا، وأما كيلو الليمون ب3 دنانير، وكيلو فلفل الحار ب6 دنانير. أما عن اللحوم مشاهدينا، كما هو مبين على الشاشة فسعر كيلو الدجاج ب6.5 دنانير، واللحم الوطني ب22 دينار للكيلو، والإسباني ب19 دينار، واللحم البقر ب17 دينار، والإبل ب16 دينار للكيلو. ننتقل مشاهدينا معا إلى فقرة الأحوال الجوية فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة أينما كنتم من قناة النبأ، وحييكم تحية طيبة، وأبدأ معكم نشرة جوية باستعراض لصور الأقمار الصناعية، حيث الاستقرار يسود كل المناطق الليبية ما ساهم في صفاء الأجواء على أجزاء كبيرة من مناطق الليبية، ويستمر هذا الاستقرار والدفء في درجات الحرارة خلال هذا اليوم عن المنطقتين الغربية والشرقية. وبالانتقال إلى الغرب الليبي، نلاحظ درجات حرارة في بداية العشرينات، حيث تسجل في طرابلس اليوم 22 درجة، في الزوارة 20، مصراتة 21، سرت 23، وفي بني وليد 22، غريان 19، نالو 22، غدامس 23 درجة. ستكون الأجواء صافية على هذه المنطقة إلى ظهور بعض السحب العالية والعابرة. الشمال الشرقي الليبي ستكون الأجواء مستقرة في جدابية مع درجات حرارة تصل إلى 22 درجة، فيما تسجل بنغازي 21، تكون في البيضاء 20، أما في طبرق فتصل إلى 21 درجة مئوية، ترتفع في الجغبوب إلى 24 درجة، هذا على المنطقة الشمالية. بالانتقال إلى المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشهد درجات حرارة دافئة ليلا ونهارا، وتصل درجة الحرارة في غات إلى 26 درجة مئوية، ستكون في أوباري 23، مرزق 25، أما في سمها في 24 درجة، هون 23. الأجواء صافية على هذه المنطقة إلى قليلة السحب.
الجنوب الشرقي الليبي تكون فيه الأجواء صافية على مناطق عديدة من الكفرة تزرب سير، وتصل درجة الحرارة في الكفرة إلى 25 درجة، تزرب 22، أما في جالو ف 25 درجة أيضا، كذلك الأجواء صافية على هذه المنطقة. وبقي أن نتعرف على النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل ممتد من راس جدير حتى راس لنوف. سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والعالية، أما الرياح فيكون شرش ومتغير اتجاه على ساحل زوارة وساحل سرت وراس لنوف. سرعة هذه الرياح تتراوح ما بين 5 إلى 15 عقدة، وهذا ما يجعل ارتفاع الموج يتراوح من 4 متر إلى 75 سنتي. سيكون البحر هادي على كل السواحل الغربية. أما درجة حرارة البحر فتصل إلى 16 درجة مئوية، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء الصباح، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية خلال هذه الليلة وصباح يوم الغد. أما الساحل من الخليج حتى طبرق تكون السماء قليل السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، أما الرياح فيكون شرش أي شمالي شرقي. سرعة هذه الرياح من 5 إلى 20 عقدة، ما يجعل ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين 0.25 متر إلى متر، ويصل في المساء إلى 1.75 متر على ساحل طبرق. سيكون البحر هادي إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق بإذن الله تعالى. أما درجة حرارة البحر فتصل إلى 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة بإذن الله تعالى. إذن الاستقرار يكون على كل المناطق الليبية خلال هذا اليوم، مع درجات حرارة تميل إلى الدفء بإذن الله تعالى خلال على الأقل 3 أيام قادمة على العديد من المناطق الليبية وخاصة الغربية منها. أما الآن فأترككم مع استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. إلى اللقاء. أما الآن مشاهدينا نلقي نظرة على أخبار البلديات مع فقرة أخبار البلاد. تتواصل ببلدية طرابلس المركز أعمال صيانة وتجهيز حديقة شارع مزران، ويشرف على متابعة الصيانة مكتب المشروعات بالمجلس البلدي طرابلس المركز. هذا ويشمل المشروع توصيل شبكة الري للحديقة ورصف ممرات المشاة. المشروع تقوم بتنفيذه شركة وطنية محلية. اختتمت في الأيام الماضية بديوان المجلس البلدي جادو فعالية ورشة العمل حول مشروع دعم لا مركزية وتطوير الخدمات الأساسية بالبلدية في ليبيا.
الورشة أقيمت على مدار يومين تحت إشراف وتنفيذ المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث استهدفت خلال اليوم الأول أعضاء وموظفي المجلس البلدي جادو ومدراء القطاعات الحكومية بالبلدية، فيما استهدف اليوم الثاني مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأعيان والمرأة والشباب. وتضمن البرنامج العام للورشة عدة محاور، منها نقاط القوة والضعف في البلدية والفرص والتهديدات التي تواجه البلدية. قامت شركة الخدمات العامة ومكتب المشروعات ببلدية حي الأندلس بإطلاء حواف الأرصفة والأعمدة والجدران الخرسانية بمجمع الكباري بمنطقة جورجي. هذه الأعمال تأتي ضمن الأعمال التي قامت بها الشركة في الفترة الماضية من تقليم الأشجار وتسليك شبكات مياه الصرف الصحي وتنظيف الحدائق والشوارع بالبلدية. نظم معهد الدراسات المصرفية والمالية بنالوت دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع نالوت حول أساسيات العمل المصرفي الإسلامي وتأهيل العاملين في هذا الجانب من العمل المصرفي. الهدف من الدورة بحسب المشرفين عليها رفع الكفاءة وتأهيل العاملين في المصرف تمهيدا لتحويل مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى مصرف شامل. أقيم صباح الأمس بمقر معهد تنمية القوى العاملة الطبية حفل توقيع لثلاثة مشاريع لمؤسسات المجتمع المدني موالتها بلدية مصراتة عن طريق صندوق دعم العمل التطوعي بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بمصراتة. حفل التوقيع حضره عضو المجلس البلدي مصراتة ومسؤول المؤسسات ورئيس فرع مفوضية المجتمع المدني بالبلدية. تتواصل صباح اليوم الاستعدادات الأولية بمستشفى التعليمي بكلية الأسنان جامعة طرابلس بصلاح الدين، وذلك لافتتاح قسم زراعة الأسنان، وللوقوف مشاهدينا على استعدادات الأخيرة قبيل الافتتاح معنا عبر الهاتف مدير عام مستشفى التعليمي للطب وجراحة الفم والأسنان الدكتور هلال نصير. بداية صباح الخير. صباح الخير أختي الكريمة، صباح الخير للسادة المشاهدين. يومك مبارك دكتور هلال. أنا مساهم بك دكتور هلال، يريد تحدثنا على هذا، كيف افتتاحية هذا المركز؟ أولا يعني الفكرة من أساسها جت من إدارة المستشفى. نعم. نحن نستحدث وحدة زراعة الأسنان لأول مرة في مستشفى عام، يعني خدمات هذه طبعا خدمات متخصصة. نعم. نقدموش فعلا في القطاع الخاص، احنا استحدثنا وحدة زراعة وجهزناها بالتعاون مع إدارة الجامعة، إدارة الخدمات الصحية، والشركة الراعية للموضوع شركة الماسا وكيل اي بي اي، جهزوا لنا العيادة بارك الله فيهم، والعيادة اصبحت جاهزة للمجاميع وتقدم خدمات زراعة للمواطنين مباشرة. نعم دكتور هلال، ماذا تحتويها من اقسام العيادة؟ بالنسبة لوحدة زراعة الاسنان هي متخصصة في نوع واحد من التخصصات في طب الاسنان وهو الزراعة في حد ذاته. نعم. طبعا هذا يشمل الشق الجراحي يقام في حجرة الجراحة، في حجرة جراحة زراعة الاسنان، ولا الشق التعويضي اللي هو التاج، هذا يقام في عيادة التركيبات في المستشفى نفسه. نعم، هل وجدتكم صعوبات خلال افتتاح هذه العيادة؟ والله الصعوبات ديما موجودة، لكن الحمد لله. مثلا نقص يعني الأجهزة أو شيء يعني؟ والله احنا زي ما قلنا يعني هو بالتعاون تم الموضوع مشترك ما بيننا احنا وما بين الشركة وما بين جامعة طرابلس، فبالتالي الحمد لله تغلبنا على كل التجهيزات. تعرف ان السوق توا في الفترة الحالية كل شيء فيه غالي هلبة يعني، لكن الحمد لله. نعم. جهزناها بتجهيز حديث وكبنا به العيادات حتى في القطاع الخاص وتفوقنا عليهم. نعم دكتور هلال، هل حيكون مفتوح أمام كل المواطنين؟ نعم حيكون في مفتوح، شكلت لجنة بخصوص هذا، اللجنة هذه تتولى دراسة الحالات واعتمادها بعدين. نعم. إحالتها مباشرة إلى وحدة زراعة الأسنان لتم زراعة الأسنان مباشرة لهم. طبعا حب ننوه على حاجة هنا، لأن زراعة الأسنان داخل المستشفى اللي يقوموا بها ليس متدربين، بينما أخصائيين لهم مجال كبير في زراعة الأسنان، فهم يعني ناس معدودة هم اللي يقوموا بالزراعة هنا، وهذا أخصائيين وعندهم خبرة طويلة في المجال هذا. نعم دكتور هلال، هل الأسعار حتكون في متناول الجميع، يعني حتكون معقول في حدود المعقول؟ نعم، يعني لو قارنا الأسعار اللي موجودة هنايا بسعر العيادة اللي هو حوالي 1600 ل 2000 دينار للزرعة الواحدة. نعم. هنايا حتقدم للمواطن الكريم بسعر التكلفة فقط اللي هي 400 دينار. شكرا لك دكتور هلال، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. شكرا لك.
فاصل قصير مشاهدينا ونتابع بعده. الأمراض المزمنة وتأثيرها على الفم والأسنان، بعد الفاصل نمدكم بالنصائح. البث مباشر يصل إلى هذه المنطقة.